واتكأت على جمرة أغطشت في أقاصي الجسد، على ما تبقى من الموت لي، وخبأت ما أبقت الحرب في مهرتي من صهيل. حملت بقاياي وانسحت في طرق تتفلع من قوة كلمات طفلي، يرى من قوة الأيام ضدي، أرى قمري يفتش عن سماء وشيخي عالقا بشراك بندي وعالية كناياتي. هذا اليوم اللقاء مع شاعر مغربي أو مغاربي ومع شاعر أردني وشاعر أردني لكنه من أصل فلسطيني، ونحن هنا في عنبتة نجد الملاذ الدافئ والحضن الراقي، الأذن المستمعة للشعر الراقي. هذه الأمسية تقام في قلب عنبتة وفي قلب طول كرم في محاولة لنقل الحراك الثقافي إلى المناطق التي كانت مهمشة في قبلا، والتي نشهد فيها حراكا ثقافيا غير مسبوق بجهود فردية بالتعاون مع المؤسسة الرسمية وزارة الثقافة، التي نوجه لها كل الشكر لهذه الأمسيات ولهذا التنظيم ولهذه يعني المبادرات التي تعتبر فلسطين كلها امتدادا وليست فلسطين هي رام الله. نحن هنا يعني ضيوفنا زهير أبو شايب الشاعر الفلسطيني المقيم في الأردن، وحسن مريم الشاعر الفلسطيني المقيم في الكويت، وعبد الله صديق هو شاعر مغربي ضيف، وأتحفونا ويتحفوننا الآن بالكثير من القصائد الجميلة. أتواجد هنا بفلسطين في إطار فعالية ثقافية لمعرض فلسطين الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي تجمعه بمعرض دار البيضاء الدولي توأمة أكثر من تبادل، يحضر مشهد النشر في المغرب في هذا المعرض عبر مؤسسة ومكتبة دار الأمان التي تمثل أكثر من 5 دور نشر، وبرصيد وثائقي يقدم محصول الفكري والنقدي والإبداعي للثقافة المغربية. في المقابل نحن نحاول أن نرد بعض الجميل لفلسطين من خلال هذه الزيارة.